الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سلسلة دروس فقه الصيام في المذهب المالكي، في هذه الحلقة أتحدث إن شاء الله عن فضل ليلة القدر المباركة وعن أقوال العلماء في تعيينها. فكما هو واضح أن تعظيم رمضان يكون بتعظيم ليلة القدر المباركة، ويكون أيضا بإحيائها بالعبادة. وقد شرف الله هذه الليلة المباركة ومدحها في سورة خاصة بها، وعظمها بنزول القرآن، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الله عز وجل عظم شأن هذه الليلة فأضافها إلى القدر، أي الشرف والمقام. وأي شرف أكثر من أن تكون خيرا وأفضل من ألف شهر. ثم إن الله عز وجل سماها بالليلة المباركة في سورة الدخان، في قوله سبحانه وتعالى: حميم الكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. الله عز وجل عظمها بنزول القرآن وعظمها بنزول الملائكة بالرحمات، والملائكة تؤمن على دعاء المؤمنين في تلك الليلة المباركة، وأن هذه الليلة هي خير من ألف شهر، وألف شهر تساوي بحسابنا العادي ما يقدر ب 83 سنة و4 أشهر، أي أن هذه الليلة هي أفضل من عمر طويل يعيش إنسان ما يقارب 100 سنة، طبعا إذا أضفنا إلى ذلك سنوات الطفولة وسن البلوغ. فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوري أعمال الأمم السابقة، فكأنه تقاصر أعمار أمته، أي أنهم ظن أن أمته لن يبلغوا من العمل مثل الذي بلغه غيرهم من جراء طول عمرهم، لأن الأمم السابقة كانوا يعيشون أعواما طويلة، وأعمار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر المباركة التي هي خير من ألف شهر. وقد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر المباركة على أقوال كثيرة، وأرجح الأقوال أنها في 10 الأواخر من رمضان، وخصوصا في الليالي الوترية، وأرجاها عند جمهور العلماء في ليلة 27، ويليها ليلة 21. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. ثم إن الله عز وجل أخفى هذه الليلة المباركة كي يجتهد الناس في كل الليالي، وكي لا يتكل الناس عليها، لأنهم إذا علموا ليلة القدر المباركة فإنهم يتكل عليها ويترك العبادة فيما سواها. كما أن الله عز وجل أخفى أشياء كثيرة، كالصلاة الوسطى كي يجتهد الناس في كل الصلوات، وأخفى ساعة الجمعة دعاء الجمعة كي يجتهد الناس بالدعاء في يوم الجمعة كله، وأخفى اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وقد جمع بعضهم هذا في بيت فقال: وأخفيت الوسطى كساعة جمعة، كذا أعظم الأسماء مع ليلة القدر. وقد أوري النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في النوم، ومعلوم في العقيدة أن رؤيا الأنبياء حق، أي رأى نفسه ليلتها يسجد في الماء والطين، فجمع أصحابه صبيحة 20 من رمضان واعتكف بهم، فأمطرت السماء ليلة واحدة في 10 الأواخر من رمضان، وهي ليلة 21 من رمضان، وكان سقف المسجد يعني كان من جريد النخل، فجرى السيل في المسجد النبوي حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الماء ويسجد على الطين. قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: رأيت أثر الطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا أقول: الصحيح أن ليلة القدر المباركة تنتقل بين الليالي كلها باختلاف السنين والأعوام، كما يفهم من الأحاديث الكثيرة في هذا المجال، وكما يفهم كذلك من تعدد الأقوال أقوال العلماء
في هذا المجال، والتي بلغت عددا كبيرا، وحتى بلغ بها الحافظ ابن حجر رضي الله عنه إلى 46 قولا في ثبوت ليلة القدر المباركة. فاللهم لا تحرمنا فضل ليلة القدر المباركة، واجعلنا من عتقائك من النار في تلك الليلة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.